إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم التسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عشر كوحو كبلا مياء كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشد سقالي أفرتم استيعاب وإن لفهم معنه نسكي عن صوت المعنى سي قود لو فهمه تدريب واحد ليلسك كوباد ضع علامة صواب علامة صح واحد كو قرطا جملة ده هنهرتو ده أو علامة خطأ أما تقلت كو قر ثم صحح الخطأ أو إحي خلا ده آد خلا ده آدو الصح الجمل هل كان جملوين كيبا كو قرن هل كان نوحا كو قرن ده حدا هل كي لسح يا أما لقل دي هل كان الصواب سيصح ده أسلو قري هل كي لقو قري يبا قرن واحد أهم هدف وتشدد أهمهم سنيد أهم مضنيد للاقتراب طافكا في الماضي برجي هراء واحد أهيد طلب الرزق أرساق ضون يشق ضون بهانشتي تذكر أنت بدن واحد أدوه في ترين تاسوا قرض أو واحد أهيد نشر الدعوة إن دين تفديا ما أقول بدناشتي واحد أدوه فان اثنين توزيع الميراث دخلك قيمين تيسو من مشكلات ممارسة العبادة وعكم يهي dibaatooyinka ka dhasha cibaadada gudashadeedii la imaatin keda taasina waa qalado wuxuu kamid ahaa min mushkilaatil igtiraab dibaatooyinka ka dhasha marka dadku dhoofaan ay dalal sheeyo tagaan lagu maamulayo waxaan shariicada islaamka ahayn talaata alaqliyatu dadka tirada yari taciishu waxa ku noosha waxa ku nool yihiin muslimiinta ahay kharij alaalam alislami adduunyada ama dunida islaamka meel ka baxsan oo dalalka gaalada ah taasi waa sax أربعة أفر من مشكلات الاغتراب وحكم ذا دباتوين كرشا روفك يدرك الشيء أولا تغو زواج المسلم إنو قرسدن المسلمه من غير المسلمة قبر عن المسلمات أحين مركا تاسين هو قال دو وحن قصوا مرحي واحا وقبضا زواج المسلمة من غير المسلم قبر المسلمات دا أح أو قرسدتا نين عن المسلم أحين إنك مسلم كا واحا وبنان إنو قرسدو كبار المسلم هو بنانت شريعة هذه أهل الكتاب تحي لكن كبار المسلم كامرنا هو بنانا نين قال إني قرسته خمسة يتركوا ويكتغان ألبناه عرورته لن يردوا المدارسة وحيكتغان مركي ودمد الشيء يتشوغان إسكول ذا إيوح برشدة لمساعدة أسرهم سأقر قاران ونطاقيران شغان أقو تاقيران قويسسكو ذو أطنيرا تاسنا واسح ستة يتعلم الأبناء ويبرتان عرورتو العربية عربية أف عربية يبرتان في المساجد المساجد كي كبرتان كل يوم مالين والبا تاسنا وحوية قلضو في نهاية في عضلة نهاية الأسبوع بيهيد لوضع شيء أحد يصبت أسكولي الفسحيين أي يبرتان سبعة يبيح الإسلام إسلام كوحو بنين إياه الاختلاط إن الرق يضمر كي سلاح قلان بشروط شروط بوكوح لأسلاح قلكودة شروط أنا اسمع لح وما بنيه شروط بوكحرة عند الضرورة تولي ومرك الله باهدو ويا قرت لح قال كي وين الله باهدو ترى ده نوع إن شروط دي لوحة لنا اللي هلو تاسنا واسح تدريب تاني ضع علامة صواب علامة الصح واحد صارتها تحت العنوان هل كدقة هوستيس المناسب ماشي كوهبون الجمل بارك قرنوا سجل الجملة دوت هل كان بلاد الاغتراب باكو قرن ودمد لورد اوف اير ودمد ششاي هل كان بلاد الاسلام ودمد اسلام اي هل كان قرن مركا سغال كاسي دي اوكل ليهين هل كان اوكل اوروري با لغو ليه اوكل هوس قر واحد المساجد قليلة مساجد دي وي كويريهين في كل مكان ميال والبا بلاد الاغترابات كو هوس قريسا كو مساجد اي كويريهين اثنين وجود علماء واحد شوغا علماء كثيرين فربضان oo yaqaan islaam diinta islaamka ee qaanaba ku badan oo jooga bilaadul islaam baad ku hoos qoraysaa kuwaana laga helaa talaata sultatul aaba maamulka
aabayaasha wax dhalay qawiyatun waa xoogaa ubadkooda way u taliyaan. waxaad ku hoos qoraysaa bilaadul islaam ayay joogaan aabayaasha xoogga lehin ee maamulkoodu shaqaynaya. arbaca yumnacu waxaa loo diidaa almuslimu qofka muslimka ah min alkhuruuji inuu u baxo lisalaati inuu salaada u baxo waqtar camali waqtigay shaqadu socoto. waa bilaadul iqtiraabaad ku hoos qoraysaa kuwa aanu ogolayn qofka shaqaalaha ahi in uu u baxa salaada isagoo shaqadii ku jira. khamsa tacallumu lcarabiyati carabiga in la bartaa laysa sahlan ma dhib yara ee way howl badan tahay. taana waxaad ku hoos qoraysaa bilaadul iqtiraab dalalka sheeye ee aanaf carabiga lagu aqoon marka loo dhoofo. sita aliktiraadu fi lcamal isdhexgal ayaa ka jira shaqada marka la shaqaynayo inaan isdhexgalo oo ay ragga dumarku meel ka wada shaqaynayaan isna dhex qaadaan iyo wal madaaris iskuulladaba. taasina waxaad ku hoos qoraysaa bilaadul iqtiraab bay ka jirtaa. sabca mushkilaatun dhibaatooyin baa ka taagan oo ka jira fii dafni lmowta aasida dadka dhintay meeshii lagu aasi lahaa sidii loo aasi lahaaba. taasina waa bilaadul iqtiraab marka dhulka dalalka sheeye la joogo. tamaaniya nisbatu shabaab beersantka ama yacnii heerka dhallinyarada qaliilatun way ku yaryihiin fi ljaamicaati jaamicaadka way ku yaryihiin inta jaamicadaha dhigataa. taasina waa bilaadul iqtiraab marka la joogo. tisca towsiicu lmiraathi miiraathi dhexalka qaybintiisu wafqan lishariica waxaa lagu qaybiyaa si waafaqsan shareecada islaamku say qabto. taasina waa bilaadul islaam baad ku hoos qoraysaa. isticaab imkana waa faham wa mufradaad iyo erayo iyo wa tacbiiraatun curin waxyaabo curin ah. awalan alisticaab horta marka hore waa fahamkii oo la tijaabinayo sida casharkii aynu u fahamnay. tadriib waaxid waa'im isku hagaaji oo isku beeg oo munaasab wixii isku a isla doono bayna alfikrati araiisati fikradda ugu muhiimsan ee ku jirta fii alif qaybta alif ku jirta iyo walfikrati tuduca almunaasibati ku habboon ee fii ba ku jira. halkan tuducii kuma qorna fikradihii baa kuu qoran waxaad naskii baa dib ugu qor noqonaysaa. had iyo jeer meesha nuqdatu lintihaa dhibicdu taallaaba waa fikra intaas. markaa waxaa kuu qoran lix fikradood dabeedna waxaad halkan marka imanka lagu sheego fikradda waxaad la doonanaysaa halkii ay ku qorayd oo haddii ay ku jirtay fikradda koowaad iyo hadday ta labaad ku jirtay iyo hadday ta saddexaad ku jirtay iyo hadday ta afraad ku jirtay iyo ta shanaad hadday ku jirtay hadday ta lixaad ku jirtay fikraday ahayd baad la doonanaysaa markaa naskaa lagu noqonaya. alfikra ra'iisa waa maxay markaa? alif muxaawalatu tacliimi alcarabiya iskudayga la isku dayayo in la barto af carabiga iyo mushkilaatu ha dhibaatada ka taagan fikraday ku jirtay baa lagu leeyay markaa. taasi waxaa dib ugu noqonaysaa markaa naska oo aad ka soo eegaysaa ba alikhtilaad walxijaab waaldafnu halka lagaga hadlay maxay ahayd isdhexgalka ragga iyo dumarka ee ka jira dalalka shisheeye iyo xijaabkii dhibaatada ka taagan iyo aaskii dhibaatada ka taagan fikraday ay ahayd fikradaha tirinaysaa meel kastoo dhibic la dhigay waa fikra ee dabeedna tiriyo halkay ku jirto ka soo saar inay ta koobaad tahay ta labaad tahay saddexaad tahay ilaa ta lixaad. jim alhijraatu yacnii qaxoontiga dadku ay qaxaan ama ay guuraan filmaadii berigii hore yacnii dadku socdaalkii iyo hayaankay samayn jireen iyo walxaadir waqtigan iminka taagan fikradday ku jirtay halkaa iyadana ka soo eeg. daal almushkilaatu alatii tatacallaqu bilusra dhibaatooyinka la xidhiidha xagga qoyska ee taagan fikradii ka hadlaysayna adigu doon. ha mushkilaatun mutacaliqatun dhibaatooyin la xidhiidha biadaa'i salaati tukashada salaada ayaanu ka soo hadalnay taana iyadana la doono fikraday ahayd doon. waaw mushkilaatu tacliim dhibaatooyin ka taagan gaar ahaan inta badan waxay u badan yihiin marka dalalka sheeye la joogo kuwani dhibaatooyin ka taagan waxbarashada alcaam ee sare waa sekondariga caam ee guud baan ujeedaa athanawiyatul caama yani sekondariga iyo wali jaamicii waxbarashada xagga jaamicadda labadaa qaybood maaha dugsiyada hoose marka dugsi sare la gaaro iyo jaamacadda xagga waxbarashada dhibaatada ka taagan marka dalalka shiiye la joogo fikradii lagaga hadlayey ama tuducii lagaga hadlayey isla soo doono. tadriib taani layliska labaad ajib ka jawaab bikhtisaarin si kooban camaa yali waxaan soo socda. waaxid udkur waxaad sheegtaa salaatata asbaabin saddex sababood oo keena lilhijrati in la hayaamo oo dalka intuu qofku ka tago dalal kale uu qaxo
في الماضي برغي هوري صدح سوو كيري جيري كدون نسكيو دون ثلاثه اذكر وحا سيغتا ثلاثه مشكلات صدح دباتو او تواجهو كهوري ماده او لا كلما المسلم قف مسلم كأ في العبادات عبادوينك كلا سو درسا مركو دلالك الشيء تغو ثلاثه هل تؤثر ميي راد كوريبتا ثقافه الغرب اقونتا يا دقنكا يعني ريغل بيدكو في جانب الاحوال الشخصيه دينعا احواش يا ارمها او غاركا قفكا لدى المغتربين تدكا دوفي غربه جوجا ميي دباتو كو هيسا ها وي ساميسا ميرا بدل ما كا ساميسا واتنو كو ورميني حق تعليمته كا ساميسا حق غور كا ساميسا حق دخلك كا ساميسا حق عباده كا ساميسا حق آسك قفك انتبه كسامين إذا دواتين بدون واحد شريك كتاعين مارت حق أحوالها أما رماه قفك وقارك أربعة كيف يجري سدو كصعدة أسر كيسو الزواج جوركو في بلاد الاغتراب ترالك يعني هي ششيء يعني سلامك أنا حكم سدو كصعدة جوركو جوركو حكم صعدة في القانون المدني قانونك يجو إليهين قلوا لبا أي جوركو دون كصعدة خمسة هل يبيح الإسلام إسلامكم يبنين يا زواج المسلمة كبر المسلمين يجورسته من غير المسلمين عن مسلمين وما يا ستة كيف يوزع سيد الله قيبيا الميراث لحلك في بلاد الاغتراب ذلك يعني شيء عن إسلام كاهين وفقا لقانون المدني وافقا حرك يقوي دكتين أي عبد الله قيبيا سبعة أذكر صوابين لبص صوابات شيخ oo yajcalaani ka dhiga amna al muslimiin ubadka muslimiintu ay dhalaan ee dalalka shii jooga la yukmiluna inaan dhameystiran karin tacliimahum aqoontooda iyo waxbarashadooda laba sababood oo u diida in ay aqoontooda dhameystirtaan marka dalalka shii joogan sheeg oo kuwii la soo sheegay tamaaniya kayfa tacallamu say u bartaan alabnaa aruurta al arabiyata af arabiga say ugu bartaan fil bayt guriga taana sheego waxa kamid aha in waalidkoodu kula hadlaan ma aragtay ee af arabiga تسعة متى يبيح الإسلام قوم إسلام كبرنا يا الاختلاط إفرق يا دمر كسلح جلان وكيف سدوا أبنا يا وحبنا يا عند ضرورة مركي باهي تالو وحكم تصالحان هدي مارتي دمر كأي حنوسان ودكتور كو دوين يرجو يهاي تهوا لوجين يا وكيف سدي وبشروط معينة شروط بيلها هاي مركا ومثلنا دو دكتور كو دوين يو وإن حجاب انتهي وإن محرم كيد اللي تشوفه waa nidaamkii waa inta baahida jirkeeda uga baahan yahay xagga caafimaadkeeda oo inuu eego waxyaabo ay ka sar oo shuruudo wada u yaala 10 maada yahduthu maxaa imanaya ila lam taturk haday ka tagu weeydo almaratu gabadha alcaamilatu shaqaalaha ahi alhijaab haday hijaabki iska deen weeydo oo dalalka sheeye joogto maxaa dhacaya dadalka qaar ku shaqadii baa laga yiriya fasli baa dhacaya nacaamalki laga saaro shaqadii ثانيا قيبت اللباد المفردات والتعبيرات إما كان هو رأيه كوني قوني إيه مارت عرن عرس وحيا بالله عرن إيه أو مارت تعبير إيه هالابورة تدريب واحد ليلة الكوبات هاتي واحد كان كنتا من الناس الناس كيكا سوق هذا ما هذا الكي كلمات كلمدو مدادة كسهور تشيدا في المعنى حق معنى هيو تشيدا إيس كسهور تشيدا لما تحته خط رأيه حريق لغو هوس قريح حقا إما كو قرن واحد كانت كلمته كسهور تشيدي حاجة ناس كسوقات معنى هذا معنى كسهور تشيدي بحنيه ما هذا صراحة كم إذا واحد لا أحد قفنا يحب ما تعلى الجهل أقول أنت أو قفنا ما تعلى إنه نقول قف جاهلة تتبطن أنا أقول له هو يشلن لكن قف تعلى أو قف أنا يا مشرو هذا الجهل ما حاجة سهور تشيدي العلم أي كسهور تشيدي اثنين السفر في الوقت الحاضر صعداء الكتاتكو أي جران وقت كان يمك اللي تشوغو إيا الدنيا دان عصري كاة سهلو نبيري هاي مركا الحاضر با دقاي الماضي أيا مركا كسور جيدا وقت كي تقيا سهلو نوحا كسور جيدا صعب و أدقيا هاي وحكا دقانت هاي السفر في الوقت الماضي صعب و أدكان شري أو اللوق إيا دباتو إيا مارتي هالي سخطرة إيا نبات قليل درو إيا دباتوين با دادك لسو قدبونان شري إيا حتى الدقاق عنا أو خطر تيسري استقروا واحد دقين كثير من فربضاً أو منهم مسلمين تكمده في الغرب بيت دقين تلالك رجال قلبياتك في العصر القديم واختيادي هوري القديم بالا دقي
marka maxaa la hoos dhigaya halka la dhigaya alxadiid oo waa la say ku fiicanta waliba imika waqtigan cusub ay dad badan reer galbeedka waqtigii cusub ayay degeen oo ay u tahriibeen oo haddaa iyaga oo aada u tiro badan ay u guureen arbaca manacatu waxay u diiday alsharikatu shirkadii baa u diiday kambaniga min adukhuuli inuu galo masaa-an galabtii marka maxaa ka soo horjeeda dukhuulka min alkhuruuji baa la odhanayaa inuu baxo masaa-an galabtii oo dukhuulka waxaa ka soo horjeeda khuruuj khamsa tuujadu ladayhim agtooda waxaa laga helaa dadka meelaha qurbajooga mushkilaatun dhibaatooyin baa saameeya oo ag yaalla iyaga fiimaa mushkilooyinkaasoo ku saabsan fiimaa yatacallaqu waxyaabaha la xidhiidha bizawaaj xagga guurka dadka qurbajooga ah dhibaatooyin badan ayaa kala soo dirsa oo maaragtay hawshooda le ayaa kala soo dirsa marka ay dhibaatooyin bay dad kala kulmaan sita yakunu zawaaju zawaajku wuxuu noqd bizawaaj halkaa markaa bizawaaj intaynaan dhaafin maxaa ka soo horjeeda bitalaaq oo furriinkii ah ayaa ka soo horjeeda oo waxaa lohanayaa labadaba dhibaata ilan kala kulmaane tuujadu waxaa la helaa oo yaala ladayhim dadkaa dibadaha ku nool agtooda mushkilaatun dhibaatooyin fimaa yatacallaqu bitalaaq wixii la xidhiidha xagga furriinka waxaa lohanaya furin gabadha ma furi kartid ninkii maxkamadun baad ku furi kartaa isla markaa gabadhiin waa ku furi kartaa ayaa iyaduna ka mid ah hadday u baahato iyadoon sababa xataa haysanin sita yakuunu zawaaju guurku wuxuu noqdaa oo laysku guursadaa madaniyan mid ku taagan ama ku dhisan qaanuunka ay leeyihiin dalalkaasi fii bilaadi liqtiraab wadamadaa shisheeye marka maxaa madaniyan ka soo horjeeda wufqan lishariicati ayaa ka soo horjeeda ku shareecada waafaqsan sabca hunaaka tacliimun khaasun halkaa waxaa ka jira waxbarasho gaar ah oo la siiyayo laamnaa almuslimiin ubadka iyo caruurta muslimiinta tacliimu khaas maxaa ka soo horjeeda tacliimun caam tacliim guud tamaaniya yu-addii daalika arrintaas waxay keentaa ilaa qabuuli aalibati inay ogolaato ardayada almuxajabati ee xijaabani inay ogolaato markaa qabuul ba halkaa la qoray maxaa la odhanayaa markaa yu-addii daalika arrintaas waxay keenaysaa ilaa rafdi aalibati rafdi bay noqonaysaa markaa inay diido ardayada muxajabadihi inay iskama dayisa baa maxay waxbarashadii mar haddii la yidhaahdo xijaabkaaga tu yajib tisca yajibu waxaa waajiba an yadcuwa annaasu dadka inay u duceeyaan lilxayi qofka nool lilxayi waxaa ka soo jeeda markaa maxay lilmayit qofkii dhintay cashara yaduubu waxay ku milmayaan almuslimiina muslimiintu waxay ku dhex milmayaan oo ku baaba-ayaan dhaqan ahaan iyo jiritaankoodiiba filmujtamacaati alqadiima ummadahii hore marka waxaa lonaya filmujtamacaati alxadiita baa qadiima kasoo horjeeda yacni bulshooyinka cusub tadribtaani layliska labaad ikhtar ka dooro min alqaa'imati ba liiska ba waxaad ka doorataa alxarfa xarafka alladii xarafka yaridu kusoo arooraya ee la raaciyo maca alficli ficilka la raaciyo ficilka ku jira halkii fi lqaa'imati alif liiska alif ficilaa tahan tobana liiska ba'dana waxa tahan lix xaraf ayaa tahan markaa ficilada way kala raacaan xuruuftani markaa xaraf kasta waxaad ka doorataa ficiladu raacayo isla doono uma stacmil adigu markaa u adeegso markaad isla hesho ficilka si xarafkiisa alafcaala ficilada waxaad u adeegsataa fii jumalin mufiidatin jumlooyin faa'iido la geli yumkinu waxaa haddaba weliba suurtagal ah an tastakdima inaad adeegsato alxarfa xarafka waxaad adeegsan kartaa aksara min maratin in mar ka badan taa maxaa looga jeedaa xuruuftu iyo ficiladu way kala badan yihiin xuruuftu waa lix ficiladuna waa toban waxaa jiri karaya xaraf laba goor aada adeegsan karto laba ficil raaci kara ekada say isu daboolaan waxaa jira xuruufta qaarkood laba ficil raaci kara ayaa jira dabeedna saasay isu qaadanayaan oo muxuu ku yidhi yumkinu waxaa suurtagal ah buu ku yidhi an tastakdima inaad adeegsato alxarafa xaraf keliya aksara min mara hal mar in ka badan oo yacni toban iyo toban isla egoo midba mid looga qaadanaya maahe waxaa suuroobaysa in xaraf qurihi laba ficil ka dhexeeyo ayaa suurtagal ah oo taa ku xisaabtan marka waa maxay ficiladu haajara wuu yacni wuu hayaamay ama wuu qaxay wuu ka guuray dalkiisii yamnacu wuu diiday yatacallaqu wuxuu la xidhiidhaa yaqdii uu xukumay ama yaqdii uu baabiyey shayga marka la baabiyana waa la yidhahdaa
يذوب وكمل ما يحصل وحده عليه يقيم وحده جنيه يضرب وحده دونية يحارب ولد قلمه يعاري يراعي إلى لي تنوع على يلام يمن يفي إلى يبا قواس وحكرها عن فعل هذا يا مركا أضغو إسلام دونه فعل كي حرف كي إسلام تدريب ثالث ليلس كصدحات هاتي واحد ككنتا من النص نص واحد كسوقاتا الكلمات الرياضة التي الرياضة تشير تلماميسة تشير أي تلماميسة إليها الرياضة التعريفات تلمامهن الآتية تصوصها هل كأفرزو وحويان إما كهل كان هذا لا كويالة هذا لا ضاس رأيت تلماميا كلمة دي تلماميا وكلمة دي هو لفسري مركا مركا أري قال لقوش يقو ولا كلمة دي تلماميو أتقرتها ونسي كسوق هذا هل كان محاكو قرن ألف التعريف إنت هو تعريف كي طبان كان تعريف أما تلمامو هل كان نبا الكلمة دي كلمة دي هل كان أتقو قرن طبان كلمة دي بل تصال سوقات ألف علاقة حديد تربط كحدة الرجل نينك كحدة بالمرأة قبرنا كحدة حريد نينك قبرنا كحدة مركا وحلو قولنا يا محاط سوق هذا نساء الزواج يا كتا اريا اتنما ما محي وقور قور كوا محي وحريد نين ايه قبرنا حمراء اسكحدة او اسكول ما نايا مركا وحلو امك قولي علاقة حريد تربط كحدة الرجل نينك بالمرأة قبرنا كحدة مركا محال هذا قولي الزواج هلان قلب الله فيرسو اتنين اماكنو ميلو يمارسوا أيكو قبطان فيها ميلها المسلمين والمسلمين تو العبادة أيكو قبطان المساجد بركات أيكو قرصة أيه تلمام يسأ كلمة ده تعرف هن يمر معناها نروح تلمام يهال إري والمساجد ده ثلاثة مجتمعات واحد له هذا أمضوا ومن المهاجرين كم مدى تذكي بركة عي أما قحون تيجي النقطي إيه هي أمد دل الكريتجي قليلة العدد أو تريدوا ديرت هاي هذا محل أيكو قرصة الأقليات ayada wadadki tirada yara ee muslimiinta aha ee ku dhax noola dalal shisheeyay oo muslimiin ahayn 4 khurujul insaan dadka qofka oo ka baxa qofka min baladi wadankiisa ka taga dalal isaga oo doonaya dal amal shaqo taana maxaad qoraysa al iqtiraab qoraysa ayada dhoof qofku dhoofo oo wadankiisa ka baxo ay eraygaas u tilmaamaya hagaana maxaa ku qoran 5 ma yatruku waxa ay ka tagaan الوالدان لبضوا وحدري لأبنائهما أبد كودوا وحي وغتقان ومن ثروة بقالاء بعد وفاته ومركز إنتان هل كان محاد غريسة الميراث لحالك وغتقوا والد كولد كيس أم أبد كيس أيها الترماميسة 6 الزواج قورك أو الدراغ فرنينك الذي كاسو لا يتم أن كل دميستر من وفق الشريعة الإسلامية سيدا أي قبطه أي حكومة دينة إسلامك سيكا دوان أيها كل دميستر من maxaalona ya wuxuu ku dhameystiray bil qaanuni al madani wa xeerka u yaala dalka aan islaamka ahayn ee ay isku xukumaan ayuu ku dhamaaday halkan waa maxay waa 7 makan waa meel yeljow ay magan galaan ilayhi meesha annasu dadku li shaqwa cabashadoodu ay geeyaan wa dalab al haqq haqoodana ay ka doontaan wa al mahkama mahkamadii way taasina 8 zawaajur rajuli ninka oo guursada بأكثر إن كفر بدن من امرأة قبل كلي إن كبدن تنم حالنا تعدد الزوجات دمر كيو تربطه أو دمر منك يجورسده هل كان واحد 9 على ما كنوا ميلها التي ميلها صو يتعلموا الكبرتان فيها ميلها التلاميذ أرديد الكبرتان تن المدارس بالأرنية هل كان واحد على ما كنوا ميلها الذي ميلها صو يدفن لغو آسو فيها ميلها الموت هذا تدخل أنت والمقابر أتان الأرنية تدريب رابع وحوية الليلسك أفراد اقرأ أغري على صاليبة حببك التالية تصوص عطاء إيه هذا الكاء ثم سج سمي هذا الأو سمي على منوالها هبكي الأوكري على منوالها وحمد منوال محللة والنظام هبكي أو سمي سنتها أو سمي تزالوا حكم بدا واحد يواجه واحد لكلمان المسلمون ومسلمين تو مشكلات دباتوين بك لكلمان عديدة فربضا في العمل حق الشغلة هذا ما كانت هاي يواجه المسلمون مشكلات عديدة في المدرسة يدنا والله ميت الأبناء أما كانوا واما هاي الأبناء يواجه الأبناء وحكى لكم أبطكو مشكلات عديدة أي كلكم في التعليم أو خلينا تلاحظوا للإسلام موقف إسلام كحليه قوان مختلف كدوا في موضع الاختلاط
arinta istaxgalka sida ay u yaqaanaan gaalo si ka duwan buu islaamku qabaa. Marka maxaa la odhanayaa halkana lilislaami waa la odhanaya lilislaam lilmuslimiina, waxay leeyihin muslimiintu mowqifun mukhtalif fi mowduuc dacaam oo kale hadaad tirahdo, yacni go-aan iyo dhaqan ka duwan xagga cuntada marka la eego kuwa gaalada ay ku dhaqmaan, halka lilmuslimiina mowqifun mukhtalifun fi daraaq oo kale xagga furinka u kala duwan yihiin kuwa gaalada ah. Yuujadu lmusalla, waxaa la helaa meel lagu tukado mararka qaar, walaakin laa yuujadu alcaalimu, ninkii caalimka ahaa ummadda u faaideyn lahaa lama helo dalalkaasi. Halka waxaa lo kara yuujadu alaafaaf alaabdihalka waxaa lola kara markaa yuujadu alaafaaf, waa la helaya alaab iyo saabaan, walaakin laa yuujadu la heli maayo almaal, xoolii la sisan lahaa baan lahayn. Halka waxaa ka mid a yuujadu almaalu, xoolo waa la helayaa, walaakin laa yuujadu alطacaam alxalaal, cunto xalaaloo la iibsadaan la helayn. Nama wada odhan karta halkan oo kale. Min ahami lmushkilaat, waxaa ka mid a dhibaatooyinka alijtimaaciyati xagga bulshada ah, alikhtilaad baa ka mid a, alikhtilaad ayaa ka mid a muxuu ahaa isdhexgalka dadka. Min mushkilaati min ahami lmushkilaati tacliimiyati alikhtilaad, tanna waa la odhan karaa. Waxaa la odhan min ahami almushkilaati, waxaa ka mid a dhibaatooyinka alijtimaaciyati adalaaq waalzawaaj, ayaa ka mid a furriinka iyo guurka oo kale kuwa ka taagan, yacni meelaha wax lamida ku buuxi buu ku leeyahay. waxaa qoran oo kale qawaacidu luqa, halkana waa qawaacid xagga luqada ah iyo xaggii naxwihii, adawaatu shardi, erayada shardiga ah ee laba shay isku xidha, aljaazimati ee afcaashana reeba, adawaatu shardi waa erayo shardi laba shay isku xidha oo dabar ah, aljaazimati oo waxna reeba. Alamtilatu tusaale ahaan, tusaalayaal baa imika lagu siinaya. Udrus baro, wallaaxid u fiirso, in tattaqullaaha, haddaad ilaahay ka baqataan, yajcal lakum, ilaahay wuxuu idiin samaynayaa furqaanan, yacni xaqa iyo baadilka ilaahay waa idin cadaynaya. In tattaquu, in waxaa la yidhahdaa adawaatu shardi waa la yidhahdaa, tajzimu ficlayn, laba ficil bay reebtaa, tattaquu waa ficlu shardi baa la yidhahdaa, nuunkii aa go-an, yajcalna waa jawaabu shardi wa jazaa-uhuyo, wayba reeban tahayba. Man yurid illaahu bihi khayra, qofka ilaahay wanaag la doono, yufaqihu fi ddiin, allahuma faqihnaa fi ddiin, diintu ilahay fahansiiya. Man markaasee loo macneeya tan oo kale, man haddii qof baa lo odhanaya, shardi baa ku jira oo dabar ah, man haddii qof yurid illaahu bihi ilaahay uu la doono, isaga waa qofka ee khayran wanaag, yufaqihu fi ddiin, diintu fahamsiiya. Markaa yurid, yurid illahu baa imika inoo qoran, yurid waa ficlu shardi oo uu reeban yahay. Maxaa kasale loo saaray? Liltiqaai saakiriin, laba reeban baa ku dhacay, dabadna saasaa loo saaraye yurid weeyaan. Yufaqih haada dambe waa mafcuule, haada horuu ku joogaa reeban, waa jawaabu shardi wa jazaa-u. talaata wamaa tafcaluu, haddii aad shay samaysaan, eegada haddaad shay samaysaan min khayrin wanaaga, yaclamhu llaahu, ilaahay wuu og yahay. Maad waa shardiyo, tafcaluu waa ficlu shardigii, wuu reeban yahay, nuunkaa laga gooyey waa tahay, yaclamhu waa jawaabu shardiga wa jazaa-uhu, isna wuu reebaya miimku ku joogaa, haadu waa mafcuulkii. arbaca ayna maa takuunuu, haddii aad meel joogtaan, haddaad meel uun joogtaan, meel aad doonto may ahaato, yudrikum lmowtu, geeridu waa idinku imanaysaa. Marka ayna waxa weeyaan waa ismu shard, tajzimu ficlayn, takuunu waa ficlu shardi, calaamadu jazmi waa nuunta la xadfay, yudrik kaafka horaa reeban, kumta dambe waa mafcuulkii, yudrik waa jawaabu shardigii, dabeedna way reeban tahay. khamsa mataa ta'tinaa, mataa ta'tinaa, haddaad mar uun noo timaado, ufirso mata waa waqti, shardina wuu la socdaa. mataa ta'tinaa, haddaad waqti uun noo timaado, waqtigu doonaba ha ahaadee, tajid khayran, khayr baad naga heli, yacni khayr baad heli. ta'tinaa, markaa ta'ti waa ficlu shardigii, mataadaa reebaysa oo ismu shardi zamaane ah, balad ufirso markaa ya'di baa la gooyey, ta'ti bay ahayd, ta'ti halkana waa maxay? tajid waa jawaabu shardigiyo, toos buu reeban yahay. sita ayu kitaab, aya kitaabin, kitaab haddii aad kitaab uun eegda, aya kitaabin, haddaad kitaab uun taqra akhrido, aqra ana waan akhri, haddaad kitaab uun, haddaadaas waa shardiga, haddaad kitaab uun taqra akhrido, aqra ana waan akhri. aya waa ismu shardi jaazim of tajzimu ficlayn, kitaabina waa mudaafilihii, taqra waa ficlu shardiga uu reeban yahay, aqra-na waa jawaabu shardiga uu reebayn. sabca kayfa ma, oo iyaduna ka mid a,
كيف ما تكون هذه آت سي أون تهي أفرس سعيد أن تواجه نقطة وحالة يدو هذا آت سي أون تهي أو تلمان أون أتخص كان تهي يكون جليسك ككل فريستان ساسون بنقول إكتا تاد نقول أحسن هالعادة هاي ككل فريستان وقلمت هذا الميت كلا تهي ككل فريستان وقلمت كيف ما هذا آت سي أون تكون أدوه تهي يكون بنقول يا سدا آت هاي بنقول جليسك ككل فريستان مركا كيف هو اسم الشرط ويان تجزم فعلين تكون هو فعل شرطي ومجزوم ودرجته يكون هو جواب شرط وجزاءه اسم ريبين ثمانية حيث ما هذه ميل تسرع اسرع تو ما بخدو اسر معك انا وان كراعي وان كرسون انا حقا سان كو راعي ادو كعدو هذا ميل انو كعدو حيث واك واسم الشرط ميل مكان هو ميل بوت الماما هدي ميل لبدا معنى وديليه هدي وا شرطي ميل نو وا مكانك او تلماميه او waxa weeye haythu ma hadii aad meel uun tasir u kacdo oo u socoto asir macaka anaa waan kula soconayaa tasir waa ficil shardigi asirna waa jawaab shardigi 9 anna taati hadaa meel uun ugu tagto zaydan zayd hadaa meel uun ugu tagto tajidhu waad ka heli halkii aad ugu tagaysaa yaani hadaa meel uun ka toonto waad ugu tagaysaa halkiisii oo waad helaysaa anna waa ismu shardi jaazim oo makaan buu sheegaa ama zaman labadaba uu sheegaa تأتي عفوا تأتي وفعل شرط ومجزوم يأتي بالحذف تجدنا وجواب شرط وريبين 10 ومحي مهما تأتيه مهما تأتيه من برهان يخالفك مهما هدي عاد وحن تأتيه أكينته ومن برهان حجك استأه يخالف كأوخ غلاف كقول راعي ماي هداد حجك استأه أكينته مهما هدي عاد هدي عاد وح كستا ومهما هذا شيء بقشرة مهما هدي عاد وح كستا تأتيه أكينته ومن برهان حج لوقع عيد دليل يخالفك وخلافه مرة عيو مهما واسم شرط جازم يجزم فعلين ويان واسم شرط يجزم فعلين تأتي وحويه وفعل الشرط ومجزوم بحذف الياء يخالف وجواب الشرط وجزاؤه مجزوم بالسكون سكون قالوا وره هو مغطى أشرح إما كواح ويان عبدين يفعلين أنو شرحينه ويحى أنو صامرني هي أدوات الشرط كمان شرحينا لاحظوا فرصو الأدوات الرياضة السابقة أخرى هي كتير في أول الجملة جملوين كبير وجود كتير جملوين كألف علية فعل كأ تجد واحد هلي ودوجان أنها الرياضة سي ربطت واحد كحدي فعلا فعل بين كحدي بفعل فعل كلا وجزمت وين ريبتي الفعلين لابد فعل معا أو وذا كله لابد دمان توت بوي ربطي ولا أول كهرة يسمى واحد إلى هذا فعل الشرط ولا فعل كي شرطه والثاني كلابدنا جواب الشرط ولا وجزاه أو بقرة وجزاه يجزاء لابد مقعبه ولين يأبى المرين تيسا أي الله إلى هذا وإذا كان هدوية فعل الشرط فعل الشرط وهدوية هي أو جواب وجواب كيس هدوية هي ليس مت أنا هين هدوية هي فعل المضارع هذا فعل مضارع هين فإنه يبقى وحكوسي كريا على بناء هرت مبني يسبو هانيا هذا مثلا فعل ماضي هاي مبني يسبو هانيا أمر من نقضيه ويكون وحن نقضيه في محل الجزم مال ريبان بويا لا ماشي ريبنينك فعل الشرط ما مركان نقضيه أو جوابه أما جوابك أيو يهي ماذا دورها أهالي حدي فعلك آنو مضارع هين ماضي هاي غمر ريبو لكن محل كيسة للرهيبة محول وإذا كان في هدوية هي فعل شرط فعل شرط أو جواب جواب كيسة هدوية هي ليس مد آن هين هدوية هي فعل مضارع مضارع هدان وهين فإنه فعل كاسي يبقى وحكوسي كريا على بناء مبني يسيب أهانيا أول مرهيبيو ويكون في محل جزم وحانو أهانيا ميل ريبني يسيقو إيالا فعل شرط أو جوابه فعل شرط يسي يجواب تيسيب أهانيا خلبكو إيهي مثل وحا كمدا وإن عاقبتم هذه عاد عقابتان وأدغالكو قادان فعاقبوا عقابة بمثل ما عوقبتم به انتي لدينا عقابة انتي لدينا عقابة إلا يقوم وها حد قبينا وها حارة الرافنة وين عاقبتم عاقبتم مركا عاقبة وفعل ماضي تبين فعل كي ماضي فعل شرط بو نقضي فعوقبوا كنوا فعل أمر وما يستنوا نقوني فعل أمر كلفتي سنوا نقوني فمثل ما عوقبتم فعاقبوا بها فعاقب مثل
فعاقب بمثل ما عوقبتم وفعل أمرك فأم بلقرني أمرك فعل أمرك إياهي فأم بلقطر إياه وأم قنية لكن فعاقبوا أي إلهي تبعد نسيدي وديهم بلقود دين إياهي حد في النوم كيس بلقود دائي إما كان أمر كان نوم باكا قوان كاهرنا واسكون كاسا لقود بين إياهي ضميرك بلا حريري مركا سيئسون بيكون قنيانو من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها من هديقف أو فرسو هديقف وأنا شرط نقطها من هديقف جاء لي ماذا بالحسنة وناك فله عشر أمثالها قف قاسو حلية تبلابك وأبال بإلهي وكهلية مركا أمك محان قضي فعل وشرط يجي فعل ماذا من جاء فتحيه سيبا لو الدنيا لقو بنيني فله عشر أمثالها هو الجملة اسمية ونقطة يدنا محاي جواب شرط يجي فأم بالقرينية لأنه في محل جزم لابد من نقونيها أدوات الشرط القاعدة هرتوية وقاعدة قندقي حق نحو ذا أدوات الشرط إريادة إريادة الضبركة وحس كحرة الجازمة وحريبة تجزم وحي ريبان فعلين وفعل بير ريبان أولهما لابد فعل ريبان كهوري فعل الشرط بالليلة وثانيهما لابد فعل كدنبرا جواب جزاء الشرط وحر هذا الشرط أبال كيسي وجوابه جوابتي لعلي بالليلة هذا وهذه تاني وحوي وهذه الأدوات أريادة وحوي هي أيضو وحي تهي أريادة وحريبا إنوي أول الربط وحي أنت أي فائديسا إن يسكح الله وفعل فقط أقرأ وكريا من وحي فائديسا للعاقل إن وحنا يسكح قف عقلنا لنا يكون شكتو ما أيوه مهما وحي فائديا لغير العاقل قف شيئا وحبا قرنين ما هاي يعني دادي وحا لهم يستعمالا ما دي مهما دا وحنا هو يسكح الآن وحي يسكح الآن وحي عقل لماها يعني لو فعل يسكح الآن وحا عقل يميدو سميما متى وأيانا لبدا أنا وحا الله يستعمالا يقف اسم شرطي للزمان حل بي شيئا حق وقت بي شيئا أين يوغ أين ما أين أين ما وأين ديو ما أقول لجريه تاسي يو أن يو حيث ما أفر تاسينا أما سطح تاسي وسطح للمكان يقول ميل بيت المامان شرط جنوي فائدينيا كيف ما للحال حالض يتلمان تشيء يقولي هاي أي تلمان تا أينا لما تضاف إليه أين تو معنى قارة مرة هاي كل بك الله يضاف إليه معنيه زي تلمان تا يدو أين هديت هاي تدريبات هل كان هو الله ليس جو تدريب واحد ليس كوبات عين وحر عضيسات تلمانتا أدوات الشرط أداة الشرط إريق إسكو حركة هورتا تلمان وفعل الشرط فعلك لبضه هوري شرطك لدوني إن كل خورة إساق اللي هلو وقال كل خورة اللي هلو أكدام اللي هلا محوري أينما تسر أسر معك هذا ميلون كعذاب أنهم خلاص عن صمورا وحويان فعل شرط جمرك اللي هلاوة كل وحني هاي أي جواب تنا اللي هلا ووأن اللي هلا كل كرب فعل شرط جهري وجوابه وجوابه هنا عدى واحد عدى سطح قضاء عدى عين أداة الشرط أرجع شرط جه دبر كأه أي وحري بعدى وفعل الشرط فعل كل وحني هاي يا مرك يسأل الهلاك الدم اللي هلي أنا عدي وجوابك الجواب تقول نقول يا مرك يسأل الهلاك دمنا اللي هلا عدي فيما يلي هذا لنا صوص عضة مدو البسة تحداثها كتري كلا عدي الجمل هل كانوا حوي جملوين كي أي هل كانوا قرء هل كانوا حلو قرء الأداة أنا أتقع عدي أريج شرط جا فعلوا شرط بهذا كانوا أتقع عدي نسا جواب شرط هل كانوا أتقع عدي نسا مرك هو حوي برضو فيرسو ما أكن هذا كرسا أنا منتو شرط تهاي واحد من كما أما قف كيبا نبوح من قف كيبا يضمن إيح القادة لي أنا ما بين لحييه لبدي سادان وحول حي عربك يو ما بين رجليه لبدي سلوقات وحول حي حبنت ترنك وعرب كيس نحمانك إلى ليا إبتسي أفكسي إلى ليا وإبتسي نحمانك إلى أفكسي نحمانك إلى ليا كما يا كإلى ليا أضمن له الجنة أنا وحنا بلن قاضية إن شاء الله أقوله مركها من يضمن يا حلقة من قفك يضمن إيه حلقة هذا مركها معناه ذكرني إياه مركها شرط ذكرني إنه من هدي قف يضمن لي إيه حلقة هذا أو أنا
وإذا ما نتقاضه ما بين اللحيه وحول حياة لبدي سدان وبين وما بين رجليه وحول حياة لبدي سلقاط أو أفكي سيبتيسة هديق في حلقة إنه قصوا بحيه أو حمان كيان ليه أضمن وحنا ما وحلقة ضيع أما أضمن ما نتقاض ضيع له الجنة الجندة مركا إيه وحضرنا مركا قولي سيمتها من بدرك قولي سادة وات شردة قولي سامنتها وجازمدي يضمن واحد كقول يسافع له شرطك أضمن واحد كقول يسامح جواب شرطك بحاكوا اثنين وإن تبدو ما في أنفسكم حتى عبد الإنسان واحد نفتي إنه كتلة أو تخفوه أما أتقلسان يحاسبكم به الله ولا بعد كحسابناهم إن واحد كقول يسافع له شرطك تبدو واحد كقول يسامح فعل شرطك يحاسبكمنا واحد كقول يسافع جواب شرطك ثلاثة من يكون في حاجة أخيه قف كشقة يا تنت من هديقف من هديقف يكون ويهي في حاجة أخيها دو يهي أو كشقين يو دنت ولالك يكون الله إلهي بانقون يا في حاجة دنت إلهي بانسقنا وضيا هديقف كشقين يو قف ولالك يدن ولي مركا من هديقف يكون ويهي من واحد كقوليس أدوات شردك يكون واحد كقوليس فعل شردك يكون الله واحد كقوليس محي جواب شردك أربعة أي الطريق هدي أي الطريق هذا وضوء تصلك مرتو وضوء كم إذا أصلك أنواع المرية وضوء أي الطريق هذا وضوء مدة دون ثان قط تصلك مرتو أصلك أنواع وضوء المرية أي واحد يقول إذا هذا شرط تصل واحد يقول إذا فعل شرط أصل واحد يقول إذا جواب شرط خمسة صدوق يقول إذا خمسة ويتفرقا هذا يكره تقال لبديس قبي يغني الله إلهي با سينية كل من ساعتي مدولبا وحو كم مارمو وحو كافتو مو قفكي كقب مارمو هوري ايه الهي كسين ايه ديغ ديس مركا ويكر مارمو الهي دي حاليسا بلانا وهاديس قبون ويكر التقان مدولبا هكيس ايه وحكو سين ايه ان واحد كقوليسا ادوات الشرد يتفرقا واحد كقوليسا فعل الشرد ونون كيبا كقوان يغني واحد كقوليسا جواب الشرد ويسغن ايه ديبا كقوان ستا وإن يسألكموها فيحفكم تبخلو هدول هاي سؤال دي كوي دي هانتين أو ويدن كوات كيو واد كوب خير حولها ميدان بحزين إن هو هذا وات شرط يسأل وحوي وافعل شرط تبخلوا تبخل ممكن واقع قوان وهو فاعلك تبخلنا وافعل شرط دي وهو جوابه جواب شرط دي تدريب ثاني الله يسك الله بعد استعمل أديكسو أدوات شرط رياضة شرط جاءه الدبر كأ الجازمة أو حريبة الجازمة أو حريبة التالية أساس على في جمل جملة ينقدر من إنشائك أضوء العرسي أو كم إذا هل أبور كأجا يهند سهاجا أضوء قدر طبعا كان أري ما هيك لا أيانا ما من مهما متى إن أين كيف ما أين ما حيث ما حيث ما حيث ما وحويان طبعا كان أري أدوك واحد قلي سامي دول بجملة دو هذا البركة واحد قوصة بحية تعبير أدوكو هذا لا يضحي فهم المسموع كان هو إن لفهمه وحي لديسوك هسواك شعة شريد لديسانيه بعد أن استمعت مركة لديسة تكذب إلى الناس الناس كخدوا بنع شريد يا هذا لك أجيبك الشواب عن الأسئلة التالية سؤالها سوص عدوك الشواب مركة هذا لك عشريد كنتو من لديسته محايك اللي تدري بواحد ليلس كالكوبات أجيبك الشواب محايك الشواب يسان بوضع علامة الصواب علامة صحراء هونك أو خطأ علامة علامة خطأ أثار وساكو تشواب محيهن كوا أثارسة واحد هاجر وحي أقحين المسلمين ومسلمينتو إلى أوروبا دلالك ريال يوروبا أقحين في العصور الوسطى حلية دي دحي وايهي ما صحبا مسوا قلت اثنين لم تمنح ما أي سينين ما يسينين الدول الأوروبية دولة دهر هير يوروب المسلمين ضد المسلمين تاع الجنسيات لا شو مواطن ما ميسينين مصاحبه مسوا غلط ثلاثه يعملوا واحد كشقيان كثير من فربضان ومن المسلمين والمسلمين تكمله في اوروبا دلالك الرير يوروب مركي جوغان في الوظائف العليا شقوين كسره ما عرفت قيمه له اي كشقيان مصاحبه مسوا غلط اربعه يوجد واحد لهلا او كو يال المركز الاسلامي حرن أي دتك مسلمين تيلي يهين الثقافي أو أه مد حق أقانطة يوح برشدة
loogu tala galay fi London magaalada London masaxba ma soo qalad khamsa la tatalaqa kama helaan alaqaliyatu dadka tirada yar alislaamiyatu ee muslimka ah musaacadatin kama helaan taageero iyo maartay taakulay min dowlad islaamiyati dowladaha islaamka ah ma taakuleeyaan mana taageeraan dadka aqaliyadka ah ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta ah ee ku nool dalalka sheeye ma gacan qabtaan ma saxba mise maaha khamsa sita haajara waxay u qaxeen almuslimiina muslimiintu ila amriika yaani qaarada amriika ama dalka maraykanka qabla europa intaana yurub gelin ay horta maraykanka galeen ma saxba mise waa qalad oo ma yurub bay ku horeeyeen mise maraykanka bay ku horeeyeen sabca yuujad waxaa la helaa oo ka jira itixaadu dalabati ururka midnimada ardayda almuslimiin ardayda muslimiinta fi wilaayati indiana gobolka la yiraahdo ama ismaamulka maamul goboleedka la yiraahdo indiana waxaa jira urur ardayda muslimiintu ay leeyihiin masaxba mise waa qalad tamaaniya haajara muslimuun muslimiintu waxay u qaxeen ila amriika waxay u qaxeen oo ay ku tageen qaxoonti maraykanka maraykanka ashimaaliya amerikada waqooyi qabla aljanuubiya intaanay u qaxin amerikada koonfureed tadriib tiniin taani tadriib taani layliska waxaa tahaa labaad ikhtar dooro aljawaaba saxiix jawaabta saxda a dooro saad ku dooranaysa waxa weeye biwadci daa'iratin goobaad gelinaysaa xawla alxarfi xarafka jawaabtiisu saxda tahay ayaad goobo gelinaysaa waaxid dakhala alislaamu islaamku wuxuu galay ilaa amriika dalka yacni amerikada ashimaaliya amerikada waqooyi fil qarni lmiilaadi qarnigii miilaadiga marka leega dhalashada nabi ciise alif athaamin cashar qarnigii sideed tobnaad buu islaamku gaadhay qaaradda amerika ee weliba qeyladda waqooyi ba alcishrin qarnigii labaatanaad buu islaamku gaadhay oo ay tagtay diinta islaamku jim asaadis cashar qarnigii lix iyo tobnaad balka saxda a sheeg waxaasoo dhan waxaad sheegaysaa markaad dhegaysato cajaladda ay ku duuban tahay naskan laga sheekeynayo ayaad waxaan o dhan ka jawaabaysaa itniin haajara waxay u qaxeen almuslimiin oo muslimiintu waxay u barakaceen ilaa wilaayaati almutaxidati dalka maraykanka alamerikiyati awalan marka hore berigii hore waxay ugu baxeen liasbaabin sababo kolkii hore waxaa loo tegey alif cilmiyatin waxbarasho ba siyaasiyatin mid xagga maamulka ah oo siyaasiya marka leeya waa maxay had yeeshee dadka ka barakaca dalkooda ee arrimo siyaasadeed iyo cadaad siyaasadeed oo yacni dalkooda kaga dhaca u taga xaggaa kale ama waxay u tegeen maadiyati mid dhaqaale markaa maadiya ay u tegeen dhaqaale u doonteen ma cilmi bay u doonteen ma maangeliyo siyaasadeed bay weydiisteen bal ta saxda ah adigu qaada buu ku leeyahay laakiin waa la dhegaystaa casharada sita talaata haajara almuslimuun muslimiintu waxay u barakaceen ama waxay u qaxeen ilaa amriika aljunuubiya januubiya amerikada koonfureed fil qarni lmiilaadi qarnigii miilaadiga ahaa ama qarnigii marka laga dhalashada nabi ciise lagu taariikheeyo alif athaani cashar qarnigii labiy tobnaad ba asaabi cashar qarnigii toddobiy tobnaad jim alkhaamis cashar qarnigii shan iyo tobnaad ta saxda ka qaado laakiin waa dhegaysataa arbaca kaanad waxay ahayd bidaayatu dukhuul islaam markii diinta islaamku gashay bilowgeedu ilaa australia qaaradda australia markay gashay waxay ahayd caam sanadkii alif waa qeybta koowaad ee alif subcima itna waa cishriin sanadkii kun iyo toddoba boqol labaatankii ba waxay gashay caam alif waa mi-ateyni wa itna waa sabciin alhijiriya mid walba sanadkii kun laba boqol iyo labiy toddobaatankii waxay ahayd jim caam alif wa mi-ateyni wa sabcatan wacishriin sanadkii kun laba boqol iyo soddon labaatankii markaad cajira dhegaysato eedka saxda a qaadan khamsa kaana waxay ahaayeen kahiirun in fara badan oo ka mid a almuhaajiriin dadkii qaxoontiga ahaa almuslimiin ee muslimiinta ahaa ilaa australia ee qaaradda australia tegey bacda alxarbi alcaalamiyati thaaniya markii dagaalkii weynihii adduunyada ee labaad uu dhacay dabadeed min waxay ahaayeen alif alculamaa dadkii aqoonyahanka ahaa ba alcumaal dadkii shaqaalahaa baa tegey jim almuhandisiin injineeradii baa tegey markaaka waxaad qaadan doontaa markaad dhegaysato sita yuujadu waxaa la helaa itixaadu lmajaalis
الإسلامية الأسترالية في مدينتي وحي دقينهين يعني أرشادة مدوغة قولياش إسلامكم سيدني مقالة ألف سيدني بيت شوغان مقالة سيدني اللي راهي شوغان أدليد بيت شوغان مال بورون مال مال بورون مال بورون أي شوغان ومقالوين كودا كالدوان مركاتي شوغان عشرات أذكر كالي سيدنا سبعة يبلغوا حي قاريان عدد أطفال المسلمين تراد ضد المسلمين عروت المسلمين الذين كواسوا يتعلمون كو كبرتا في أستراليا قاردا وكبرتا وها أي جيهين ألف مئة ألف طفل بقول كن أو أرضي بواحدك وعرورة با ألف طفل وكن أرضي جيم عشرة آلاف طفل وطبعا كن أو أرضي أيا وحبرتا كواسوا يقتشوا عشرة دول جيسن دونتو ثمانية من الأمور وحكم الأرمها التي تهتم أي كود دالان بها أرمها الجمعيات الإسلامية والرضا الإسلام كتيرة في الغرب هيرجل بيتك ترك هيرجل بيتك الشؤون أرمها وحي أدوغا شقيان ألف الثقافية حق أقونتي وحبر الشدة باء الدينية حق أرمها الدينة جيم الاجتماعية أرمها حق أبر الشدة أي كشقيان وهي عشرة درجيستو أيارك دون تاكوي وبدين تدريب ثالث ليلة الاتحاد أجب كتواب عن أسئلة التالية سؤالها صوص صعودة باختصار سكوبا وقد تواب ألف واحد لماذا هاجر المسلمون محا يقوق حيان المسلمين إلى أوروبا دلالك يورب محا يقوق حيان وأي يقوق تهريبيا اثنين لماذا يبني محا يقوق سيان المسلمين والمسلمين مساجد مساجد كثيرة فربضا في الغرب في البيت كدلالك محا مساجد بطن الإسلام ثلاثة ما العمل هو محا شغدا الذي شقاده يقوم بها وقبطه اتحاد الطلبة المسلمين أوروركا أرديدا مسلمين تأه أي كلهم في أمريكا تلك يعني مثلا مريكا أما قارد أمريكا أربعة ما أهم أنشطة ومحا شقوينك هقوم همسن التي شقوينك هسو يقوم وقبطه بها شقوينك هقوم همسن يقبطان المسلمين والمسلمين في الغرب مركز شوغان يعني رأي قلبيك الدلال كودة شقوينك هقوم همسن ومحا يقبطان وقيمها بضان خمسة من النشاط ومحي شغدة الذي شغدة تقوم بها يقبطه الجمعية الخيرية أرر كسب فلكة في الأرجنتين تلقى إلى هذا كسم كتيرة أرر كسب فلكة ذلك كتيرة محوق قبطة أقوم همسن أما شغدة قبطه ومحي ستة ما العمل ومحي شغدة الذي يقوم وقبطه به شغدة اتحاد المجالس مدوغ قلياشة الإسلامية الإسلامية الأسترالية كشرة قاردة أي كبه هو بين قرياشة والرسول الإسلام أي كبه هو بين سبعة يزيد ويكبدينهين عدد الأطفال عرور تتردو دا المسلمين المسلمين تا كشرة في المدارس اسكولة دكتا في أستراليا قاردة كنول على مئة ألف دفل وحي كبدين بقول كن أو الموت أما عرور يكبدين ما معنى هذا تام عن هذا ومحيب تدريب رابع وحولي ليلسك أفراب لخص سو كوب سي كوبان وصو أوروري وقر ما استمعت إليه وحي أدقي ستي يعني شرد داكو قرنا أدقو سو كوب وسي كوبان وشك والله أعلم بسواب الله توفيق